طبعا في اكوزيت اوف سكسس طبعا كونفنس كوميتمنت اوف ذا فاميلي بزنس اونرز طبعا وايد مهم جدا هذه. والشيء الثاني ديديكيتد مانجيريال ستاف مهم جدا الاداره اللي المهتمه طول وقت طرح الشركه مساهمه هذا. وبعدين التخطيط السليم مفروض مهم جدا طبعا في 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 الشركه نفسها. ويكون عندك مستشارين قادرين ومحنكين لهذا. وفي عندنا طبعا واحد عندنا في الاخ جمال كان من التيم صراحه كي بي ام جي كانوا من الادفايزرز وفي خلال الفتره. وبعدين وي هاف ريلست يعني الرياليستيك طبعا التقييم الصحيح للبزنس وايد مهم جدا والتسعير بالنسبه للشركه. وتسوي نوع من البالانس بين الطمع والاحتياج من ناحيه تسعير الاي بي او. وهذا هو طبعا مثل ما يقولون هذا الاسترو ذات بريكس ذا كاملز باك. التسعير الصحيح مهم جدا بالنسبة للآي بي او. وطبعا في الأخير عندك الحوكمة حوكمة الشركات خطة حوكمة الشركة مهمة جدا بطريقة مثلى حق الشركة. وهذا طبعا يبقي لك نوع من الترانزيشن من شركة عائلية إلى شركة مساهمة. بعدين احنا عندنا خطة ان نسوي كروس ليستنج اوف شير هولدنج اسهمنا في دبي وفي البحرين. بس للأسف احنا اجلنا الفكرة بسبب الاحوال السوق حاليا في البحرين في المنطقة والعالم. وارتئينا ان هذه المنطقة الابروفلز او كل الرخص جاهزة. بالعكس الجماعة في دبي ينتظرون على أساس نبتدي إدراج أسهم ناس في دبي. بس ارتئينا أن الوقت غير مناسب حاليا. طبعا هذه نهاية الموضوع. بهالطريقة يعني واحد يقدر يتخطى هذه أكبر عائق بالنسبة لأي عائلة عندها أي فكرة بدخول الاي بي او. في شيء واحد شيء إضافي بغيت أقوله يعني إن هناك توجه أعتقد من عند في الحكومة وزارة التجارة أعتقد في مباحثات إنه بتنزيل نسب المشاركين إذا بغت أي شركة تدخل شركة عائلية إنه ما يزيد عن 30%. يقولون يطرحون up to 30%. كان الحين حاليا تحتاج لا يقل عن 50% أعتقد 55%. أي الحين راح تنزل ل 30% أنا سمعت. في هناك مباحثات ودراسة على هذا الموضوع. في الختام نشكر أخ خالد ونشكر على حضوركم. شكراً عبد اللطيف. مشكور. تسلم. شكراً لأخ سمير. شكراً على الاستعراض السريع القيم. أعتقد يعني غطينا ربما في هالعجالة مجموعة كبيرة من الموضوعات اللي ربما تهم الجميع لمعرفة كيف التحول من شركة عائلية إلى شركة مساهمة عامة، وبالذات في الحقيقة الجزء المتعلق بالجانب العائلي والجانب النفسي في عملية التحول. أفتح المجال الآن إلى الأسئلة إذا في أحد من الإخوان عنده أي سؤال أو أي استفسار. بس رجاء من السائل يذكر اسمه ويشوف السؤال وجهه إلى العم أبو سمير ولا الأخ سمير على حسب رأيه. فضل أحمد والبسان.
شكرا أبو فراس. بداية أتوجه بالشكر إلى أبو سمير على هذه الأمسية، وأيضا إلى الأخ سمير، وإلى الجمعية البحرينية للشركات العائلية التي أتاحت هذه المناسبة. الواقع الأخ عبد الله تاريخه طويل، والكل يشهد بالإنجاز الكبير اللي حققه في السنوات الماضية منذ بدأ في تأسيسه، وكان رجل عصامي وبدأ نفسه بنفسه، واستطاع أن يصل إلى المرتبة الذي وصل لها. نتمنى له كل التوفيق حقيقة. شركة عبد الله أحمد ناس مرت في 3 مراحل حسب ما سمعت.